مساء الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد، وآسف على الانقطاع الفترة اللي فاتت. هنتكلم النهاردة عن طبعا يعني الأسعار زادت بشكل غريب الفترة اللي فاتت، عشان كده النهاردة هنتكلم عن أقل عربيتين في السوق المصري، عربيات من براند معروف اللي هو براند سوزوكي، وهنقارن بينهم هما الاثنين، عربية سوزوكي ألتو وسوزوكي سبريسو. طبعا نبدأ على طول في الموضوع بتاعنا. بالنسبة للعربية سوزوكي ألتو موديل 2022، سعرها وصل حاليا 179,900 جنيه، السوزوكي سبريسو 365,000 جنيه. بالنسبة للعربية سوزوكي ألتو، سعة المحرك بتاعها 800، سعة محرك السبريسو 1000، القوة الحصانية للعربية السوزوكي ألتو 47 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة. بالنسبة للعربية الإسبريسو، قوة الحصانية بتاعتها 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة. عزم سوزوكي ألتو 68 نيوتن متر عند 3500 لفة في الدقيقة. عزم العربية الإسبريسو 90 نيوتن متر عند 3500 لفة في الدقيقة. التسارع بالنسبة للعربية الألتو في 20 ثانية بتوصل لل 100 كيلومتر، بالنسبة للعربية السوزوكي سبريسو بتوصل لل 100 كيلومتر في 18 ثانية. متوسط استهلاك الوقود بالنسبة للعربية الألتو 3 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة. بالنسبة للعربية السبريسو بتستهلك 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة. نقل الحركة، الاسبريسو نازلة بنقل حركة مانيوال. بالنسبة للعربية الالتو نفس الكلام، نازلة بنقل حركة مانيوال. الالتو طبعا زي ما احنا عارفين عربية هاتشباك، الاسبريسو هاتشباك ولكن يعني عالية شوية، فبيسموها عربية SUV. عدد المقاعد في الالتو 5 مقاعد، بالنسبة للاسبريسو 5 مقاعد برضو. تجميع العربية الالتو في الهند والإسبريسو نفس الكلام، منشأ طبعا العربيتين سوزوكي من اليابان. أشكركم لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.